واش هادشي اللي دار كان مقصود؟ واش باقي ما بنيناش مجتمع حقيقي، بنينا كراكيز واشياء نستخدموها كل واحد بطريقته السياسي والمنتخب بيسمحوا لي فوتينا وبالاطار الجامعه بين قوسين كل واحد كيستعملها مبادرة الدولة كتستعمل المجتمع المدني ديالها كيف ما بغات وعيشنا وشفنا مع بعضنا، هذا هو الخطر بعينه على مجتمع ينشد الديمقراطية. اليوم إذا قلنا الديمقراطية سنمشيو للعمق، نمشيو لآليات المؤسسات ديال الوساطة المدنية، نمشيو للطبقة الوسطى تاخذ دراسة اقتصادية واجتماعية. لذلك الموضوع اللي غنغلو اللي كنقترحو اللي غنشتغلو فيه هو موضوع عميق جدا ليس تقنيا، وحنا عندنا الحياة وعندنا استقلالية من جميع المؤسسات بما في ذلك المدعم والمدير. هذا مشروع ديالنا كيف تستحمل؟ حنا جلسنا صوبنا، ناس كتقلل كانت كدير العيد الكبير كيدبحوا كيعيدوا، لو كان سيف قهوه كنكتبوا مشروع في الجمعيه في الكوزينه في الدار. دونك سي ان بروجي اللي خرج من الهواجس ديالنا كاملين كفريق، اللي هي هواجس ماشي تقنيه فقط، مواطناتيه معرفيه ايضا. اللي كان كنحيي الاخ نقال من جماعه المجتمع المدني، كيفاش نشوفوا الاراء المجتمع اللي علاش ما كيتعاملش مع المجلس؟ راه ماشي كيلعق الديمقراطيه التشاركيه، هو حدود العلاقه وتنفصل العلاقه ما بين الديمقراطيه التشاركيه والديمقراطيه التمثيليه. قاعده دوليه معروفه عالميه كتاثر ان القرار التمثيلي اللي عنده صناديق الاقتراع كيصوتوا عليه الناس وعندهم القوانين يحقوا يعني حقيقه يعني يقرر انه يتحاسب بضوابط اخرى. التاثير التاثير التشاوري التشاور تاثير العفو التاثير يعني كان انا كان في التشاور كنأثر على القرار، كنحاول الجوجه الصحيحه، كنحاول الجوجه الفئات التي لم تدمج في الديمقراطيه التمثيليه. هنا نرجع للاستاذ وهذا عمق ايضا قوي جدا في القاعه، هو الربط ما بين القراءه في العنوان هو انتباه لك جدا. السياسه الترابيه والمجتمع المدني المواد، شو السياسه الترابيه؟ هي السياسه مع المركز تاع الاعاقه. هذا المركز ماشي مندمج ماشي دامج. اللي بان ما فكرش في المعاقل وخا اصدقاء ديالو خدمه. السياسة المندمجة هي السياسة الدامجة، هي السياسة الترابية برنامج ميزانية عامة أكسون مشروع اللي كياخذ حاجة الساكنة المواطن والمواطنات بنفس درجة الأهمية وكيدمجها في التدخل ديالو، كان تدخل العمومية ولا القطاع الخاص ولا الجميع المنتخب ولا المكان في حدود الإمكانية اللي عنده. فاش نديرو هذا؟ خصنا نعطيو الصوت للناس اللي ما تفهمش المجالس. للسياسة الدولة والمصالح الخارجية باقي ما كتفهمش القضية ديالهم مزيان. مهمشين الشباب، النساء، الناس في المجالات القروية المهمشة، أشخاص المعاقين كبار السن. وفي التجارب الدولية كلها الديمقراطية التشاركية هو فضاء والمجال لتعبير الناس اللي ما عندهمش مجالات فين يعبروا. وخاصة اللي ما كيستطعوش من خلال الأنظمة الانتخابية يدخلوا لمراكز القرار. كل تجارب العالم كتخرج. بالتالي احنا المشروع ديالنا كانت ما هو حتى معرفي كتعرف تجربه السيد القريب هذا الشيء ما اخترناش في هذا البرنامج المنصفي. انا شخصيا كنت روحها ديالي في مصر بين قوسين كانت في موضوع الديمقراطيه ابحث حالات في سلك الدكتوراه في السياسات العموميه واشكال الاندماج معناها كنختاروا الناس اللي نقدروا نعينوا النيفو التدخل ديالنا هذا كنبيكم عليه. بالتالي انا كنت مأهل في من تعالى عبد الله الفكري باش المشروع باش نجاوب على جوج الاسئله اللي طبعت المشروع ماشي مشروع المعارضه نكون واضحين وماشي مشروع استثنائي ديال جمعيه الاعاقه اللي كنا نتلاقاو في الاعاقه فوقاش ما بغيتي. هذا مشروع كيف قلت كبير ديال المجتمع المدني وديال الجامعه الترابيه اساسا المجتمع المدني وديال الحوار والتشاور. الاعاقه جمعيه الاعاقه وشبكه الاعاقه ياخذوا بلاصتو من حيث المشاركه بنسبه معينه على 40 جمعيه وشبكه اللي غننتقل وكل اقليم غناخذوا 8 جمعيات وشبكات وبالترشيح وبالمعايير وبدفتر تحملات جمعية مستعدة ولا شبكة اللي كتشوف راسها أنها قادرة تمشي في هذا البرنامج وتعبأ وتضمن أن 10 من 8 الأطر ديالها يشاركوا في التصنيف في فورماسيون ماشي رئيس الأمين العام والأمين المالكي لا أطر الجمعية بما في ذلك الأطر الإدارية بمواصفات ملققة اللي غيمشي لها تكون بوحدو اللي غيدير تكون الإدارة حاجة أخرى وتمشي معنا في الدينامية أن تدخل واحد الدينامية على الصعيد الجماعي ديالها على الصعيد الإقليم إلى خدات هي التمويل ديك المبادرة خصها تقدمها باسم 8 ديال الجمعيات ديك الشبكة ديك الإقليم إلا وقعت معنا اتفاقية غتوقع باسم دوك الناس وديك المبادرة خصها تستافدوا منها ديك 8 ديال الجمعيات إلا تسرى المشروع حنا غنستمروا مع التنسيقية والشبكة المحلية معناه غنكونوا قدام واحد ما نكتبوش ما نصعبوش عليكم ما
ولكن غنتعلموا ان نتبع بعض الجمعيه غيكون تعاقدات ذات التزامات غنتعلموا فيها وحنا عندنا فريق هذا هو كنكون هذا كاس تكوين القدرات راه عندنا دابا شي 10 ولا 15 ديال النماذج تكوين واجدين نتسالا نشوفوا حنا موجودين معكم عيطونا في اي ساعه نكونوا معكم نجيو نديروا تكوين تطوعي هذه هي الاصل هذه هي القيمه ديالنا دونك هذه المساله خصنا نتفاهموا عليها هذا ماشي مشروع معقد معقد خصنا نستافدوا من طريقه غير مباشره من خلال مبادره اللي غديروها انتم 8 الا كتمشي مبادره بجوج كتهبطوا على الاعاقه ولا بجوج الاعاقه فيه بشكل افقي غيستافدوا وبالنسبه اللي غياخذوا كمنظمات وكشبكات ضمن ديك 40 شبكه وجميع غتكون دونك هذا ستار بروجي في الحقيقه كاين تراجعات ماشي لان احنا عندنا ماشي بغينا نقللوا المهمه للحمامه ابدا عملنا فقط لان حتى في المنطقه ديالهم وقع تراجع كل واحد اين هي الفنون الدراسه ديالها كانت في منتدى الشباب منتدى رسمي للصحه الاجتماعيه سيمون باقي كان فهم كل واحد جالس يشوفوا الفنون الشمال يعني عموما التنظيمات ديال المدنيه القويه اللي كانت كتشتغل على قضيه المجتمع المدني تراجعت السنوات الاخيره شويه بقات الصحه فارغه دونك كانت الحياه المنظومه هنا كانت عندها اهميه وديناميه باش تنافس مع 120 جيل وقت هذا المشروع اللي غتستخدمو وتستخدمو المجتمع المدني ماشي الحياه المنظومه دونك هذه المساله ضروري من الاخرى وكاين تدخلات اخرى غادي تكون في كتاب الديناميه ديال البرنامج هذا الصحيح من قبيل كاين مشروع وكاين واحد البرنامج كبير على الصعيد الوطني سميتو دعم المجتمع المدني والمغربي اللي مجموعه ديال الامور الاخرى غادي تدخل فيها جماعات وديناميات اخرى اللي حنا كنخلقوها والحمامه غادي بحول بلا الشركاء ديالي يعني غادي تقريبا تصدر قائمه التنظيم ديال الجمعيات اللي كيشتغلوا معاهم بحيث رضا حدود الان ديال العام الاول غادي نخلقوا ديناميه اخرى استاذ طرحت واحد السؤال مهم جدا هذا الآلية الحوار والتشاور ماشي فقط خصنا نشتغلوا مع المعاملين اللي كاينين المشروع اللي فات كان عندنا مع اتحاد الاوروبي المبادرة والتنافس استطاع ان ندخلوا اليوم حسب معطيات الاولين اللي على اداءات الحوار والتشاور في الجهه كلها عندنا 34 شخص عنده الاعاقه ديجا كاين والبارح وحنا كنقدموا النسوه الاولى استراتيجيه الحمامه البيضاء 2017-2021 خصصنا واحد البرنامج لهاد المجموعه كلها كيفاش تجمع كيفاش ننظموها كيفاش نخلقوا الشبكه ديالها من داخل الشبكه ديال الاعاقه الشباب الحمامه البيضاء ونكبروا القدرات ديالهم باش ما يديروش الفيترينه في الهيكل المصري ما يمتشوش واحد باش ممكن يلعبوا ديك الدور اللي يقدر على موضوع الاعاقه من الداخل ولكن هذا البرنامج كيعطينا هذه الامكانيه انا كنظن هذو